وعضو مؤسسة جمعية الوحدة في التنوع. دونك بمناسبة الذكرى 72 للإعلام العالمي للإنسان، خممنا أن شو نعملوا الملتقى هذايا، لأنه صحيح احنا في تونس تطورنا برشا وتقدمنا ونسميوه من اليوم العربية الأكثر تقدم، لكن للأسف هذايا ما نجموش نقولوا ان احنا تطورنا لكن ما نكونوش واعيين في نفس الوقت ان بعد اللي حققناه نرجعوا نقيموا ونحاولوا ان نحطوا اقتراحات باش ندفعوا بالحقوق الانسان هذيا انها تزيد تتطور اكثر في بلادنا. فالقيمه هذه جوانب اللي مازلنا ما خدمناش عليها واللي لازمنا نزيدوا نخدموا عليها اكثر واكثر، هي الجانب نتاع المواطنه والحريه في الدين وفي المعتقد. دونك هذوما هما ثلاثة نقاط اللي نحسوا مازال فما نقص كبير. صحيح الدستور نتاعنا والحمد لله متطور برشا حسب الفصل نتاعو السادس، ومعناها ويضمن حرية التعبير وحرية الدين وحرية المعتقد، لكن مازال ما فماش تفعيل بصفة قوانين معناها في البلاد اللي تدفع الحقيقة. اليوم نشوفوا بين الحاضرين فما تنوع، يعني كيفاش جاء قبول الآخر اليوم؟ هل وصلتوا للهدف هذا؟ هو أكيد إنه اللي باش يجي يحضرنا اللقاء نتاعنا باش يكون يشبهنا في الأفكار ويشبهنا في الآراء، دونك باش تلقى إنه فما القبول والحمد لله، لكن هذايا عينة من المجتمع وهذايا ما يعنيش إنه المجتمع الكل متقبل. هذاك علاش لازمنا نخدم عليه اكثر، وتكون احنا الهدف نتاعنا هو بناء وعي مجتمعي. الوعي المجتمعي هذاك يبدا من صغارنا للشباب واحنا طالعين، مش هكا يعاوننا ان غير ما يولي فما القبول في الاختلاف والتنوع، ويوليو اصلا يعرفوا انه فما تنوع في تونس، لانه تونس يشوفوها على انها كلها نفس النغمة، نفس اللون، نفس الريحة، نفس الدين، نفس كل شيء. معناه في علاقة بالوعي، أي دور لوزارة التربية وزارة التعليم لتقليص الوعي في علاقة بالاختلاف؟ هل فما تقصير اليوم ولا العكس؟ الوزارات نخليهم هما يحكيوا على روايحهم. انتم انتم كمجتمع مدني اللي نجموا احنا نعملوه ان نصوتوا ضوء على النقائص اللي نشوفوهم احنا ناقصين، اللي هو مثلا في التعليم تلقى ما فماش تنوع في التعليم، في التعليم الديني باغ اكزومبل، في المدارس نتاعنا الكل تلقى فما كان على التربيه الاسلاميه فقط. مثلا بكري صديقنا دانيال قال انه اللي هو يهودي قال انه هو مسكين ما نجمش يكمل قرايته لانه الامتحانات كانت بالسبت، وهو السبت ما نجمش يقرا فيه وما نجمش يعدي فيه، فمعناها ما حضاش انه يكمل التعليم نتاعو. هذا يدل انه احنا مازال عندنا ما نخدمو، وانه دعوه للوزاره الشؤون الدينيه ودعوه لوزاره التربيه انهم ياخذوا بعين الاعتبار، ولما لا انهم ينفتحوا ويسمعوا المختلفين.